هذا السوبر ماركت كله بس رياضي، خبز عراقي. هاي المدرسة ماتت، كنت أدرس بيها لغة. يا أخي الجو من يكون شمس حلو إلك واس تصوير وتطلع، بس من يكون غيم ومطر ينكسر واسك، ما إلك واس لكل شيء، إلك واس بس تقعد بالبيت وتدفى وتاكل شغلتين، أكل وتقعد بالبيت، غير ذني ما إلك واس لكل شيء. هذا بيت الأحلام من كنا صغار، شجرة وعليها بيت، شيء مرتب. تخيلوا هاي الطلبة توقع على الجواهر، ايش راح يصير بيهم على ذاك الميز؟ هذا السوبر ماركت كله بس رياضي، يا عيني يا عيني. ولو اني جوي مو الرياضة ابدا، بس احب هيك سوالف. المشكلة انه اغلب الاماكن هنا أنا بالماني الاسواق والمولات ممنوع بيها تصوير فيديو. توني سألتها انه ما مسموح لي اصور فيديو، قالت لا صور فقط، بس قاعد اصور بالبوقة بدون ما تدري بيها هاي المسؤولة مال هذا القسم. ان شاء الله ما تلزمني. عاجبني هذا تيشيرت مال المانيا، بس سعره يا الحبيب غالي، سعره 89 يورو تخيلوا، و95 سنت هذا فقط التيشيرت. هذا القسم كله مال بايرن ميونخ، مع العلم انه هالمقاطعة ما يحبون البايرن، يموتون من عندهم، يشجعون نادي هامبورغ. هامبورغ نزل حتى للدرجة الثانية، يا ريت يلعب بالدرجة الأولى. كل شيء يخص النادي حاطيه هنا، لفافات كوابك. هاي المدرسة اللي تعلمت بيها لغة، هاي الحمراء طبعا مشهورة على مستوى ألماني كلية الفوكس هوكشولة، إلها فروع بكل ألمانيا، كل المقاطعات والمدن أعتقد إلها فروع موجودة. صارها 100 سنة من أسسوها أو هيجي، مو البناية 100 سنة، وإنما هي المدرسة أساسها 100 سنة صار لهم، وانتشرت الفروع مالته. بس مدرسة راقية كارثية بالتعليم، فول طبعا. ها شقة مال علوش هنا والمدرسة الصفة، بس انا كنت اجيله تقريبا في 6 كيلو منه تبعد عليه، بس علوش قاعد بنصها نص المدرسة، الباز الاستراحة يخلصها بالشقة مالته. علوش شنو هذا الشاي؟ معلم هذا شاي اكرك عجم. يا عيني على اكرك عجم. بس الشكر مالك مو اكرك عجم علوش. الله يسامح الاختراع هذا الشكر ولا يحلي. طبعا كمية الازدحامات الموجودة هنا كارثية. تخيلوا انه المانيا وحدها عام 2017 بيها 55 مليون سيارة، هاي ب 2017، وهسه احنا بنهاية 2019، يعني اقل شيء زادت لها فد شيء مليون مليونين سيارة النوم، حتى زيد الطين بلة. صار لي تقريبا من رمضان الى هسه ما ماكل خبز عراقي، يعني شيء 6 اشهر ما رايقي. اخي الخبز العراقي طعمه غير، يختلف. اكو خدمة غسيل انك تغسل بايدك السيارة، ماكو عامل، انت تحط فلوس وتغسلها بنفسك. شلون هسه علي هناك قاعد يغسل بنفسه. اغسل اغسل. هنا تحط الفلوس وتغسل. هاي تصير ارخص نوعا ما، ما تكلف هواي هذا الغسيل. طبعا هنا يرغبون الجير العادي، يرغبوه حتى بالبيع يصير سريع، اسرع من الاوتوماتيك بالبيع. طريق بابا نويل يشتغل بالبنزين خان خطيه. بعد ما كان يوزع على الناس هدايا صار هو يطلب منهم. وصلتني الشاحنة مفاجئ، هاي انا عندي هاي مال الكاميرا الاصلية، بس اشتريت هاي
هاي الميزة مالتها انه تقدر تشحن بيها على السيارة. هاي هنحط البطارية، لان هاي راسية بيها، هاي راسية وهاي لا تقدر على السيارة. ذاك شي تعاني من هاي بالسفر وغيرها ما اقدر اشحن بيها. هاي تحطها على السيارة هنا، هذا حال التلفون او الشاحنة مال التلفون. سنويا يلقون سنويا يلقون 5500 قنبلة بألمانيا ما مفجورة من مخلفات الحرب العالمية الثانية. فهاي بالحرب العالمية الثانية مو طيارات ترمي قنابل، فهاي القنابل توقع وين؟ على أرض هشة، ما توقع مثلا على أرض صلبة حتى تنفجر، فتفوت داخل الأرض مثلا مترين أو ثلاثة وتبقى إلى الآن. فلذلك أنه أي شخص يريد مثلا يبني عمارة أو يريد يبني بيت أو أي شيء، لازم تطلع أول شيء لجنة تفحص الأرض اللي يريد يبني عليها انه ما بيها قنابل، بعد ذلك مسموح له يبني عليها. بالله عليكم دنيا شتاء ودرجة حرارة 4 وهذا جايني بشور نازل نذير وفوقه لابس من فوق مشتى ومن جوا بصيف. روح بدل، روح روح يلا. شتاء الدنيا باردة موت ولابس برمودة، يا ريت برمودة شورت مال صيف بالصيف هم ما تميل لبس. ومن المعلومات الغريبة عندك بأيام العمل من 10 بالليل إلى 6 الصبح ممنوع انه تشغل مكنسه كهربائيه، وممنوع انه طفل يلعب، ممنوع هماتين انك تدق بسمار بالحائط او تشغل دريل، وبالاضافه لذلك ممنوع انه تغسل بهذا الوقت، تفتح دوش وتغسل من 10 بالليل الى 6 الصبح، لان هذا يعتبر وقت راحه للناس وخاصه الناس اللي يسكنون بشقق بعماير، اكثر شيء ينطبق عليهم هذا القانون. قولي انزل ولد بس سلطانون يلا هسه انت عيني. اذا وقفك شرطة بالشارع وطلب من عندك الهوية مالتك بس ما طلبها باحترام، مثلا قالك اعطيني هويتك بدون ما يقول اعطيني هوية حضرتك، فبهاي الحالة انه يحق لك تشتكي عليه، لان كل شرطة له رقم هنا فتشتكي عليه وبهاي الحالة راح يتعاقب الشرطي. وطبعا هنا القانون ما يحاسب الاشخاص اللي يفرون من السجن، يعني اذا شخص سجين وفر من السجين راح مجرد يجيبوه ويرجعونه على السجن، يقول لك لان الحريه هي غريزه بداخل الانسان، فانه ما راح يتعاقب على عملته انه لان فر من السجن. والمعلومه الاغرب انه اذا تريد تصير عامل نظافه هنا لازم اول شيء تدرس 3 سنين اختصاص حالك حال اي كليه، تدرس 3 سنين او 3 سنين ونص. وبالمقاطعة اللي أنا ساكن بيها هاي ب 2019 هذا العام نصم قانون إنه يكون لازم عندك شهادة علمي، ها مو أدبي، أدبي ما يقبلونك، لازم تكون شهادة علمي عندك حتى بعدها تدرس 3 سنين ونص وبعدها حتى تقدر تشتغل عامل نظافة. هم عامل نظافة يعتبر من الأجور العالية الموجودة هنا. وأخيرا تخيلوا إنه داخل السجن أكو معاهد ومدارس، يعني بداخل السجن تقدر تدخل مدرسة ومعهد وتكمل دراستك حتى ما تضيع عليك السنوات الدراسية، تاخذ محاضرات نظامية ودروس بشكل يومي إلى أن تتخرج وتحصل على شهادة معترف بيها. هذا كله يصير داخل السجن. راح أخلي جوا بالوصف رابط مع البرنامج كيف يعملون دروس ويأخذون محاضرات مصورين من داخل السجن اللي يحب يشوفه، بس يكون هذا البرنامج باللغة الألمانية مسوي.